يا اخي في مشكلة غريبة يعني بدأت تصير بالموسم الثاني تقريبا. الإدارة مقيميني ضعيف، إذا أنا ضعيف المدربين اللي قبلي وش كانوا؟ أجل ولا شيء كانوا، أنا جايب لكم كل شيء طيب. بحاول أكتشف اليوم أنا ليش التقييم حقي ضعيف، صدق يا إخوان ليش؟ أبي أفهم يعني إدارة أرسنال وش في مخكم؟ تلقى الحين تقييم ضعيف وش هو؟ ما تعاقدت مع لاعب طوله 171 كذا متطلبات غريبة. بنشوف بعد شوي ونخش، بس قبل لا نخش ونشوف وش الوضع هنا عند الأهداف، اشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك، وضفني في مواقع التواصل الاجتماعي، حساباتي بتطلع قدامك في الشاشة، نفس اليوزر إلا تيك توك، نفس اليوزر بس حط واحد في النهاية، يعني إيزي. أضيفوني بتويتر يا إخوان، أهم شيء الصراحة عندي تويتر وإنستغرام هو اللي دائما موجود فيهم، تويتر وإنستغرام دائما آخذ اقتراحات وزي كذا من المتابعين، عندك أي فكرة أي شيء أرسل لي في إنستغرام، أرسل لي في تويتر وما عليك، إن شاء الله بإذن الله نشوف جميع أفكاركم. طيب في الحلقة الماضية مدرب راموس لعبنا دور 16 وتأهلنا الحمد لله، هو كان دور 16 بس دقيقة عشان أتذكر. لان تعرفون يعني اختلطت علي الحلقات مو باليوروب ليج عبد الله شيء طورت تراك صرت في دوري ابطال اوروبا متعود على الفقر ليفربول صح وطلع كلاسيكو للاسف انه طلع كلاسيكو كان ودي يا مدريد يا برشلونه انهم ما يطلعون ضد بعض ويطلعون وشو اثنينهم في نصف النهائي كذا بيكون حماس يعني على اساس انا ضامن نصف نهائي ضامن لان ليفربول انا يا عيال جلاد الانديه الانجليزيه صدقوني عانيت ضد فيرنتينا يلا تاهلت ترى ضد فيرنتينا كم كانت النتيجه يا اخوان 6-4 بس ضد ليفربول احسن موضوع ايزي، اعرفهم يعرفوني من موسمين وانا داعس فيهم هم والسيتي وذا الاشكال الخايسه، فالحين يعني احتماليه فريق بالدوري الانجليزي في نصف النهائي برضو وارده لو تاهل نيوكاسل او تاهل مانشستر سيتي يعني، فانا اتمنى ريال مدريد في نصف النهائي، ليش ريال مدريد يا عبد الله؟ ريال مدريد لان انا راموس ريال مدريد ابغى اجربه بالابطال، انا يوم ادرب الافز كنت باريت يعني ريال مدريد وفزت عليه، بس بشوف مدريد نسخه الابطال، اتمنى يعني برشلونه تخسر وتفكنا منك ونبغى ريال مدريد في نصف النهائي على اساس انت ضامن يا عبد الله اي ضامن يا ابوي انا اليوم معلنها هياط ضد ليفربول انا ضامن التاهل خلاص قفل على الليله طيب الحين السلام عليكم بجتمع مع الاداره اداره ارسنال وش في مخكم انتم معطيني ضعيف تقييم يعني وش المتطلب اللي ما سويته يعني الفوز بالكاس والدوري هين انا امشي بهذا الطريق انهاء الموسم بهامش ربح يصل ل 255 طيب انا وش دخلني انا ابي افهم انا وش دخلني؟ عندكم اداره ماليه يومني اصرف ما حد وقفني يقولون اصرف عادي، ايش الغباء هذا؟ طيب تطوير الشباب التوقيع مع اثنين من لاعبين اكاديميه الشباب الخاصه بك تعينه في مركز مدافع. طيب يعني لازم اجيب لاعبين موهبه واخليهم مدافع. خلال اثنين موسم عليك تعاقد مع اثنين لاعبين طيب لازم اصعد لاعبين واخليهم يلعبون 10 مباريات في التشكيله الاساسيه او ادخالهم كبديل. طيب الشرط الثاني ايزي، الشرط الاول نقدر نقول عنه ايزي بس المشكله انه يا عيال دفاع بس يمديني اسوي اثنين في واحد اني اصعد مدافع واخليه يلعب واصير مثلا ادخله اخر دقيقتين اخر 10 دقائق اخر 5 دقائق فهمتوا بس انه يلعب. طيب هذه الفكره ممكن نسوي فيها التحدي هذا. 7 مباريات شباك نظيف دقيقه انا ما جبت 7 مباريات هذه والله فشيله معكم حق. التعاقد مع 3 لاعبين مولودين في امريكا الشماليه وش تستفيد؟ وش تبي جواز مكسيكي يعني انت الحين في الاداره وش تبي؟ امريكا الشماليه اللي هي كندا وامريكا ومن بعد والمكسيك هذول امريكا الشماليه يعني بيجيب 3 لعيبه من ذا الدول. طيب ما في مشكله انا بجمع عندك مكسيك هنا بخلي عصابات تجلس عندك انا اوريك اداره ارسنال. وحنا في الحلقه بنسوي بعض الشروط حقت الاداره عشان يرضون علينا لان سؤالي لا زال يتكرر هل هذا اخر موسم؟ والله ما ادري. طيب في البدايه ببدا بموضوع المكسيك. خلاص؟ موضوع المكسيك بس انا يا اخي عندي سؤال يعني انا ما جبت سبع شباك نظيفه. فالدوري حلو الاحصائيات رايحه لازم اسوي محاكاه ضد شيفيلد يونايتد اوكي اسوي محاكاه ضد شيفيلد في كاس الاتحاد الانجليزي ما شاء الله اللياقه والطاقات اوكي يعني والله يعني ما ادري وش اقول يعني اخر شيء توقعت اني اغادر كاس الاتحاد الانجليزي يعني سلامات يا عيال طيب اوكي نرجع للدوري الحين حول ولا قوه الا بالله لازم نبدا الحلقه غلط كم شباك نظيفه بالدوري انت جايب 9 بس هم يقصدون متتاليه وين يا الغالي جيب لك 7 شباك متتاليه اقول انقل بس هذا المطلب اسحبه عليه طيب الحين ابغى اشوف لعيبه من المكسيك فبحط تعليمات ذا انا ما معي الا 4 مليون فبشوف ازفه لعيبه بالدنيا عصابه لو في عصابه من المكسيك 4 بتعاقد معهم ترى في كندا برضو كندا وامريكا هم امريكا الشماليه يعني بس افضل اجيب مكسيكيين عشان توهقهم فيهم مكسيكانو هذول هم المكسيك يا اخوان طيب جيب من 16 الى 18 تعال انت اللاعب الاول خلاص خليك هنا ما شاء الله وجهك كبير وانت تعال هنا عملاء احرار افضل هذا الثلاث لعيبه مكسيكيين والله بوقع معهم يا عيال بس في واحد برسل عليه مراقب عشان يشيك عليه يعني تعرفون ما معي الا 4 مليون ما ابغى ادفع زياده اوفر والله طلب غريب يا راموس انت شفت انك مع اداره مريضه الظاهر ايش تبوني بلعيبه من امريكا الشماليه
وش تبي يعني فيهم امريكا الشماليه؟ وشو وضعك مشكوك فيه؟ ترى واضح في شيء هناك في امريكا حول المكسيك واضح. طيب اول لاعب يا اخوان مكسيكي من امريكا الشماليه، ويلكم للفريق. شفتوا صار واحد من ثلاثه، الله يقلع من البال. ننتظر السبك ذا الحين بس يجي التقرير حقه، وبرضه هذا اذا خلص التقرير هذا برسل على هذا بعدين نتعاقد معهم اثنينهم. يعني مبدئيا انا ما اعرف سعره، ما بقدم له شيء يعني اوفر، بدال ما اروح الف وادور ناس واشتري. طيب وقع مع عملاء احرار مكسيكيين عبد الله، ريح بالك. والله ابحث عملاء احرار من مكسيكي بس عشان اكمل الشرط. ما في الا لاعب مكسيكي واحد، يعني لاعب مكسيكي يبي 6300. يا رجال خذ 6000 7000 يا شيخ لو تبي، بس انت تعال خليني اكمل فيك الشرط. اسمه كوردوبا، كوردوبا يا اخوان، كريستيان كوردوبا. طيب بقى لي الحين لاعب واحد من امريكا ذي، بس خلاص خليني اغير على المكسيك بما انه ما في عملاء احرار. تعال عطنا مثلا كندا مثلا كذا، ولا اي شيء من امريكا الشماليه. هذا المكسيك، النيبال، الولايات المتحده الامريكيه. صح امريكا، امريكا يا اخوان. من في عملاء احرار في امريكا؟ تعال طاقاتك حلوه انت كذا ولك صوره، فهمت؟ على الاقل احس اني متعاقد مع لاعب صدقي. وقفل على ذا الشرط الغريب حق الاداره. تعرفون انا مطالب اني يعني اسوي تعاقدات الاداره، ما اقدر. يبي سنه يا رجال، سنه خذ سنه، اي شيء انا موافق على اي شيء. كم تبي راتب بس؟ تبون اوهقهم؟ انا اوريكم يا شيخ، بعطيه 50000 هذا عشان ثاني مره ما تطلب لعيبه بايخين. اوكي تم التعاقد مع بول ابيرو، ما ادري هذه بي ولا ار، الصراحه راسك مغطي. بس سوينا الشرط، ارتفع تقييمي، المفروض تقييم ها صار اخضر الحمد لله والشكر، الله يقلع الاداره الخايسه. طيب قبل ما نخش ضد ليفربول، طبعا اليوم عندي ليفربول ترى يا اخوان، قبل ما نخش ضد ليفربول خلينا نقفل موضوع تعاقد مع فريق. طيب هذا كملته هين. الفوز بكاس الاتحاد، شوف صار اكس. يا اخي حسبي الله على ابليسكم يا شيخ. وقع مع اثنين من الاكاديميه الشباب، الفريق الاول شراكهم في 10 مباريات. طيب انا اذكر اني مصعد لاعب واحد من الاكاديميه، وعندي لاعب واحد انا تذكروا هذا الظاهر، او هذا اللي مصعده من الاكاديميه. نعم. طيب نحتاجك الدكه في هذه الايام، فبستبعد ذا. وعندي ثاني الظاهر، اصبر عندي ثاني بالاكاديميه، بس هم كانوا يقولوا لي مدافع. ما في مشكله، ما في مشكله، ذو عقليه دفاعيه، مركز سي بي. يلا بعد شهر بيجيني تقرير بصعد منه اثنين واستفيد منهم في التشكيله. الحين وش المباراه اللي عندي؟ كريستال بالاس، حلو 72 نقطه، انا اشوف اني ما يحتاج العب هذه المباراه، ابلعبها بالهجوم الثاني اللي هو هذا. يلا يا الهجوم البديل، يلا يا عمري مسجل ويليامز يا اخي، ويليامز ذا والله يا هو فنان. طيب الحين بالهجوم الاساسي، دور الهجوم الاساسي. اوفا والله تشكيله اساسيه صايره تخسر يا عيال، شو الخسائر ذي؟ ترى المباراه الجايه بعدها ليفربول، يعني مباراه بعدين ليفربول يا عيال، غريب والله غريب وضعنا، صاير خسائر تجي. اوكي هذه عاد بلعبها بالدكه كامله عشان نكون جاهزين للمباراه. شوف الدكه تفوز، ابعطي التشكيله الاساسيه جاهزيه والتشكيله اللي في الدكه اللياقه لانهم لعبوا قبل شوي. تمام يا اخوان، فزي كذا انا بستفيد من الطرفين. شوف الحين اللياقه 91، جاهزيه 68، نشوف بعد ثلاث ايام شوف كيف. يا سلام 99 88، ايه الليفر جايك. بالنسبه لشرط المدافع يا عيال، اللي يقول لك موهبه ومدافع، هل لازم ابدا فيه اساسي ولا ايش قصه هذا الشرط؟ لان مو منطق اني ابدا فيه اساسي، يعني سلامات ابدل لعيبه واحنا في مرحله مهمه من الموسم. اما الشرط الثاني حق المواهب، اوكي يمديني ادخله وسط الجيم، ما في مشكله، اللي هو هذا يصير يلعب 10 مباريات اخر 5 دقائق ادخله بس عشان الشرط. بس مثلا لو جبت سي بي، سي بي موهبه وين عاد بصير لعب اساسي على بوفانوس ولا سليبا؟ يلا يلا انقلع، بس عمره ما اكتمل الشرط. طيب سبب ادائك الاسطوري يا ويليامز جونيور، انت راح تبدا هذه المباراه اساسي. نعم. طيب بنقلبك عشان كنت افضل على الطرف اليسار، مارتن اللي ما في مشكله يلعب هناك ضد ليفربول، بس ابغى ارفع معنويات الفريق لان الفريق ميت حيل شوي، فنرفع معنويات. هل توجد اي فرصه لفوز ليفربول؟ لا لا يا اخوان، لا 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 لا، صفر صفر، صدقني صفر، صدقني صفر. انا اليوم بهايط بهايط ضد ليفربول، مالي دخل مالي دخل يا اخوان. ها رفعنا معنويات اللعيبه، نبغى نكون رايقين في الجيم الحين. يلا يا رجال. الله، اوه صعوبه مطلق اشواء لانها كانت تتغير احيانا. بسم الله ابدا المباراه. رمزديل صار 90 يا عمري، يا رمزديل اول شيء في ارض ليفربول، والله توني اركز. ممتاز عشان يعني ننهيهم، فهمت؟ في ارضهم. ليش عندك الدافع القوي ذا يا عبد الله والهياط القوي؟ لان ضد فيرنتينا الصدق يعني احرجني احرجني، فانا لازم اعوض الجمهور بهذه المباراه، يعني راح يندعس باذن الله. اوه لا وش ذي يا ناس يا شباب؟ اوكي فارس عوض، صدقني 90 دقيقه هذه بتكون حاسمه، صدقني وبس. طبعا انا ما ادري وين الحين ويليامز جونيور، شو السالفه؟ روني
وات وين ويليامز جونيور؟ يوم رحت اسوي المؤتمر راح طلع اللاعب. يا اخي الله يقرفكم يا فيفا بس. لا لا والله والله هذا حقك يا ويليامز، والله هذا حقك ولازم تاخذه. والله العظيم معليش بدخله. يلا تبي ولا سري بس يا روني؟ دفاعهم في الاندلوف يعني ان شاء الله الوضع ايزي. اوكي يو لو مشت المارتينيلي خطير. الله عليك يا ثيو. اوكي ثبت ثبت، هدي هدي يا شباب. ايش فينا نخسر الكوره؟ ترى المفروض مسجلين هدفين على الاقل الحين، مو بالدرجه عبد الله. الا الا يا ابوي. اوكي حلو حلو، هذه الظهير ولا الجناح والله ما تدري. رايز حرام يا رايز. اوكي يا عمري يا ارنولد. يلا الان وقت التبديل، ما ادري ليش اصفر طبعا، بس وقت التبديل دخول ويليامز جونيور. هذه التشكيله المفروض العب فيها اصلا انا. يا الله يا رجال، مارتينيلي مارتينيلي بسرعه بسرعه. مارتينيلي جالس اقول اسمك يعني يركض يا مارتينيلي. اقلع ام الثوار. ثيو ويليامز تمريره حلوه، هذه جول مارتينيلي، جول الهدف الاول. عوضت ركضتك الغبيه يا مارت. ايش عليه رايز؟ الله عليك يا رايز، ما ياخذها يا اخي رايز. يلا جونيور ويليامز ويليامز هدي شوي. ياس يا اخي مجنون يا اخي يا اخي لوتارو. اوكي يا ركنيه يا عيال، بوفانوس من زمان ما سجل، مره من زمان نايم له فتره، هو اللي يرفع الركنيه ادري. اوكي يا مجنون يا لوتارو، عشان بوفانوس اللي رفع الهدف الثاني. فارس عوض صدقني بحسمها من الذهاب، والله ناويهم انا ناويهم. ديفز طبعا ثمانية سلندر. اوكي هذا اوه 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 شكويزي. اوكي خطيرة ابعد. حلو بوفانوس بوفانوس الله يجزاك خير. ارنولد من معك في المنطقة؟ ما حد يضرب راس، ما حد يضرب راس. اوكي يا عيال ما في احد موجود، شو السالفة؟ اوكي نهاية الشوط الاول 2-1. إذا تبون الصدق صح اني سجلت هدفين بس ماني بالأداء الممتاز، ماني بالأداء الممتاز. الهدف هذا يعطي ليفربول أفضلية، خلاص بقى في المقدمة للهجوم عشان أضربهم بالمرتدة تمام؟ هم مسوين فيها استحواذ، اضغط. أوكي. أوكي وشلون؟ شلون ما انقطعت؟ شلون؟ أوكي ويليامز جونيور. الله عليك والله العظيم ويليامز جونيور ذا يا هو يلعب لعب. شوف حولوا تشكيلتهم خمسة دفاع. افا يا ليفربول خف. تشكويزي 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 صليبه يا عمري، ادري انها فاول بس يا عمري. الله عليك يا نونيز. يا اخي نونيز هذا رهيب يا اخوان. ربع ساعه باقي، احس يعني فارق هدفين ما هو بكويس، ودي ثلاث اهداف يكون. وين رايح؟ يا الله يا رايز يا الله يا رايز، فاول وش اللي فاول؟ يا عيال اقسم بالله على الكوره يقول لي فاول. يا شيخ يخرب بيت ام الكذب بس. شوف شوف كل ذا كل ذا بسبب فاولك يا حمار. يا شيخ الله لا يوفقك يا حكم. تمريره بسرعه بسرعه، تحرك حرك ذا الشحوم. اوه الموهبه الموهبه عبد الله، فرامل الموهبه. هو وسط، يلا بسحب رايز اجل. بسحب رايز بسحب اودجارد. اوكي وقت الموهبه، معلش هذا لازم يدخل حتى بطلع الكوره زي كذا. ما متسلل جونيور، ما متسلل جونيور جونيور جونيور. يلا ارنولد لوتارو شكرا كذا. اقول لك دمرناهم باربعه في ارضهم، 4-1 يا اخوان في الانفيلد. نشوف عاد في ملعبنا فارق كم؟ فارق 3 اهداف كويس. يلا وقت الدكه الحين، محاكاه ضد فولهام. يا اخي الدكه والله ما ادري، الدكه جالسه تجيب الدوري والاساسيين في دوري ابطال اوروبا، يعني شو القوه اللي وصلت لها ما ادري. هذه شو القوه هذه يا راموس؟ اما اودجارد موقف يعني بنستعين بتشافي سيموس، راح يبدا اساسي باذن الله. ولا اجرب ذا؟ اي يا خلوني اعطيه فرصه ذا، بلعب فيه خلاص بلعب فيه. بيكون بلينغهام هنا الهجومي وهذا يكون موجود هنا. بلينغهام يا عيال دافع عليه مبلغ وقدره، اقسم بالله ايش فيه؟ ايش فيه؟ والله ما له وجود في الملعب يا عيال. برناردو سيلفا كان يحرث الملعب، ايش لي 5 اهداف 8 اسيست؟ شكلي والله برجع برناردو. شو مو على كيفك عبد الله، صح ما في انتقالات مو على كيف. الذهاب 1-0 لبرشلونه، يا اخي والله انا ودي ريال مدريد عشان يطلع ضدي في نصف النهائي ويصير راموس ضد مدريد وحماس سيناريو، بس شكله مو صاير ذا السيناريو. ما عندهم لياقه. حلو حلو، يلا ثاني مباراه، ثاني مباراة على السريع على السريع. يلا يلا بسم الله بسم الله، بدت المباراة. الله يقلعك الله يقلعك يا لوتارو يا مربع. هل يستطيع اوه سلم سلم. اوه نوايا هجومية، اكيد نوايا هجومية بعد يعني. سلامات سلامات، ايوه ايش فيه ايش فيه؟ اشوى والله بيبدون بقوة ترى. يلا بلينغهام بلينغهام، اوه لوتارو اقتلهم اقتلهم من البداية، اقتلهم اقتلهم مارتينيز اقتلهم مارتينيز، العب عليك اقتلهم
مسوين بادين بحماس عطهم سي، ما يقولون جمهور سي صح، ما يقولون لا مع رونالدو. يا عمي بس روح مسوي فيها بادي بقوة ألقم هدف على طول. والله مساكين بدوا بقوة القموا مرتدة. خربت خطة كلوب. شفيك كلوب ما توقعت صح المرتدة كذا تجي عليك على طول. الله يا الجمهور، الله يا الجمهور، ردوا عليهم يوم هم بلانفيلد يغنون يرقصون ويسوون. أوكي أوه. الصراحة صراحة هجوميا أفضل في الجيم، هذا اللي واضح لي، ليفربول أفضل هجوميا، برمي كله وراقه في الهجوم طبيعي طبيعي، بس حنا نوقف صح بس. أيوة سليبة، سليبة ارجع، تمريرة هنا وفانوس رايز بالهدوء بالهدوء تفك بالهدوء بالهدوء تفك دفاعهم. والله يربص البطيء. طيب ما في مشكلة عندك، عينك على أرنولد أرنولد أرنولد. أوه سلامات كوندي بإذنه بإذنه يا إخوانا. بعدها يا أخي بوفانوس، يا أخي يا أخي بوفانوس، يا أخي مرتدة خطيرة. يو ساتر بوفانوس تحمس تقدم قدم حارس رجع. شفت كيف تلخبط، والله يهدي. انتهت الهجمة رسميا، انتهت يا عمري. تشكويتي السبك. ايش في ايش في ذا الزعفراني ذا يا عمري يا رايس. اوكي وين الشباب وين الشباب؟ اوه بوفانوس لا والله كتبي الكوره والله. طيب روح يسار بعدين ارجع يمين. اه راحت يسار. طيب شو الخطه يا عبد الله؟ هذه كلمه سر. اوكي يو يو يترفلنا يا ناس. الغالي ذا والغالي ذا، وش ذا الوسط يا الزفت صاير والله العظيم. شاف سيمونز ارحم. تعال تعال ادخل 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 بس شاف سيمونز هنا. يلا يلا فيو فيو سريع فيو سريع على بلينغهام. اوكي روني يا سلام عليك، اخيرا يا بلينغهام اعطيت اسيست ولا سويت شيء. ازحف الله علوي يا بلينغهام. اي كذا اشتغل معاه يا ابوي. تسلل طبعا، اول ما تطلب من اللاعب يركض يصير تسلل. حلو جوكبو. يلا بلينغهام. اوه باصات، لا لا باصات الصراحه من بلينغهام حلوه. كيف كذا حلوه اللعبه، حلوه اللعبه بس سوها على ايفرتون ها في الديربي حقكم الوضيع. حلوه الكوره. اوه تكفى مارتن مارتن والله ضربته مرتده. وش السريع؟ آه ما تدري من أمه فهمت، بس سريع كذا يعني فجأة سريع. والله يا حلوة. ويا الله يا أليسون، يا أنك شلت يا أنك شلت أشياء المفروض متدمرين بنتيجة كبيرة. أوكي الله يا بلينغهام، أخيرا جت مباراة يكون هو متسيد فيها. يا ساتر أخيرا. أصبر وقت 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 المواهب، وقت المواهب عبد الله، وقت المواهب. اسحب رايز ندخل هذا، والموهبة الثاني هارت دال الموهبة هذا. ودف ويليامز ودف ديابي. تمريرة ويليامز حلوة. اوه هارت ايه الموهبة الصغير سجل الثامن. الموهبة الصغير عطهم 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 يا اخوان. يا ارسنا يا ليفربول ايش فيك يا ليفربول؟ يعني 8-2 كويس كلتها في مبارتين غيرك في مباراة يعني. اوكي هيل اوه ما والله يا اليسون يا انك غطيت فضايح. والله يا اليسون يا انك لمسة يد. طيب اوه اوكي نهاية المباراة بنتيجة 8-2. انا وش قلت لكم مو بمحسومة، انا اذا قلت كلمة تسمع من لا ما اكلم المتابعين، انا اقصد اكلم ليفربول تسمع كلمة اللي اقولها تصير يا كلوب. الفتى الجديد ليو هارت يسجل، والله سجل عليهم ذا ليو هارت الصغير يا عيال سجل عليهم. طيب الحين يوم لعبت لعبين وش صار؟ برضو ما حسبت لي شكله مو بحاسب لي مباراة. طيب ما في مشكلة مهم. نمشي نمشي حنا، ممكن بعد 10 مباريات يبدا يحسب ما ادري. اخر الجولات بالدوري تقريبا باقي حنا 6 باقي 6 جولات يعني والله ايزي على اخر 6 جولات ايزي ايزي جدا. دقيقه طلع لايبزيج صح ولا طلع لايبزيج نصف النهائي نصف النهائي ضد لايبزيج ونصف الثاني نيوكاسل ضد برشلونه. يقلع ام الجنون يا عيال شكل الانديه ذي جالسه تجلد. على العموم عندنا السوك سيتي الحين بالمحاكاه. ما شاء الله انت الغالي ليش طاب؟ انا بدلتك من برا المفروض ابدلك قبل المباراه الامريكي اقصد. تعال عاد اوديجارد يرجع سو زي كذا رجع اوديجارد يا ابوي. وين اوديجارد؟ تعال عاد العب يا اوديجارد ايش فيك؟ زعلت. يلا محاكاه سريعه ضد ستوك. تعادل ضد ستوك سيتي. التشكيله الاساسيه لها 3 مباريات بالدوري ما فازت، اللي تفوز التشكيله الدكه. استاذ اوديجارد ايش فيك زعلت وتراك مطرود غايب عن المباراه مطرود اوديجارد؟ وش الزعل والدلع هذا؟ مش ذا الدلع ذا؟ التشكيلة الأساسية لها 4 مباريات بالدوري ما فازت. 4 مباريات بالتشكيلة الأساسية ما فزنا بالدوري، يعني شلون نعتمد تشكيلة الدكة بالدوري ولا أنا ماني فاهم؟ بعدين تعال أنت ليش زعلان؟ تعال تعال أوديجارد تعال خلينا نكمل الناقص بعدين كان الطاق معك. ليش زعلان أنت؟
ارسل طلب انتقال. ليش مرسل طلب انتقال اخوي العزيز؟ تفضل، اكيد انك مكلمني هنا. حضرة المدرب، يجب ان اكون صريحا جدا معك، غياب فرصة اللعب تضرب مشوار المهني. يا حمار، انت كان عندك كارت يا ثور. ايه استوعب، انت كان عندك كارت احمر موقف دور ابطال اوروبا، وش تبي يعني؟ هو زعل الحين الدلوعي ذا بيطلع عشان طيب موقف من الويفا، انا وش دخلني؟ طيب يا عيال، نصف النهائي لايبزيج، احس ها شفت تشكيلتهم، اولمو وباندا مثرور وديجير حكيمي، يعني اغلبهم لعيبه قدهم خشوا 30 اصلا، واغلبهم باللعب الثاني ما هو بذاك الزود. اجرب محاكاه، والله اجرب محاكاه، يعني انا احس بالمحاكاه بعديهم. اي والله ما شاء الله الريت ارتفع حق اللعيبه، كلهم فوق 90 الا ابو فانوس، وطبعا الموهبه جنون. طيب انا بجرب محاكاه في الذهاب اللي بتكون في ارضنا، واحسها ايزي. الله يا رجال، 3-1، من سجل الهدف الاول؟ طيب روني اوديغارد، بس حلو دي 45 دخل الموهبه بدال رايز، كويس هذا الشيء يعني، الحمد لله الكارير يعني سوى شيء كويس بالمحاكاه. تشكيله الاساسيه لها 4 مباريات ما فازت بالمحاكاه، خلونا نشوف الحين ضد ليفربول. ها اوكي، اول فوز بعد 4 مباريات الحمد لله. لوتارو دخل موهبه؟ ما دخل موهبه، دخل بيسوما هذه المره. 3-0 بالذهاب، و3 نيوكاسل في النهائي، نيوكاسل يونايتد يا عيال في النهائي، قلع ام الجنون. محاكاه للاياب، 1-1، وبكذا حنا في النهائي في مواجهه نيوكاسل يونايتد. الصدمه في الحلقه القادمه، حسم الدوري باذن الله، ونهائي دوري ابطال اوروبا ضد نيوكاسل يونايتد. اوكي، اخر مره انا كنت في نصف النهائي، هذا اول نهائي بالسلسله بالمدرب راموس. حسم موضوعي مع ارسنال، هلا بطلع، هل النهايه؟ نشوف في الحلقه القادمه. وضع يخوف شوي، شكل نيوكاسل بيكون جلاد. نشوفكم في الحلقه القادمه، لا تنسى تشترك بالقناه وتضيفني في مواقع التواصل الاجتماعي. فبس هذا كده، مسالك الاشتراك ومع السلامه.